مفصل طبعا احنا عارفين ومقدرين انك ما بتقدرش انك تحكي بكل هالتفاصيل، لكن بشكل مفصل كيف تعيش الكنيسة في ظل الأوضاع؟ طبعا نحن كمسيحيين في الأرض المقدسة كنا كنائس متنوعة وأطياف كثيرة، إن كان من الشق الكاثوليكي أو الشق الأرثوذكسي، وأيضا الشق الجديد البروتستانتي والأنجليكاني، وطبعا بعض الجماعات الأخرى. سيدنا، أمام الوضع، نرجع للوضع القائم هلأ في الصراع الدائر في غزة، فكيف موقف الكنيسة من هذا الوضع؟ هل هناك كمان تضامن مع الوضع ومع هالعنصرية، أم بتحس إنه الكنيسة مقيدة في إنها بالتضامن أو إبراز مشاعرها أو استيائها كونكم أنتم يعني في الجليل الأعلى؟ هل بتحس إنه أنتم مقيدين حتى في إظهار مشاعركم؟ ممكن هذا سؤال ممكن حساس كونكم أنتم بتعيشوا على هاي الأرض وبيحكمكم يعني هذا الكيان، لكن مع الأوضاع السائدة هل حسيت في نوع من التغيير في التصرف أو في إظهار هذه المشاعر؟ طبعا الكنيسة كان لها موقف واضح وطلع نعم هذا في بيانات أخرى، نعم وأيضا عبر عنه في لقاءات شخصية مع بعض الشخصيات نعم المسؤولة نعم كوزراء أو طبيعي. إحنا موقفنا بشكل واضح هو ضد العنف كافة أشكاله، فكان بالأحرى إذا كان عن طريق الحرب كحرب، نعم وبالتالي العنف يلي بيحصد أبرياء ما إلهن، كيف إحنا بنقول، لا شبأ ولا نعم عبأ، نعم أبرياء اللي ما إلهن حتى موقف لا يقدر يعبروا عنه، نعم وهذا كان واضح في عدة رسائل تم إرسالها للمسؤولين، وأجانا الرد بأنه نحترم هذا الشيء نعم يعني من كل الأطراف. نحن ضد العنف، ضد القتل اللامبرر، ضد ما هو مخالف للإنسانية كإنسانية، وهذا كمان مرة هذا كان واضح جدا. نعم هلأ التعبير عن هذا الموضوع لكل إنسان في له طريقة تعبير، نعم مرات يكون التعبير هالقد عنيف نعم للأسف، ومرات يكون بالطريقة الصحيحة كما قال المسيح، كونوا حكماء كالحيات نعم ودعاء كالحمام، نعرف كيف نتصرف، نعرف كيف نرد، لأنه نحن كيف ما تفضلتي موجودين بهذا الإطار اللي كمان عندنا مسؤولية تجاه هذا الطرف وتجاه هذا الطرف، نعم ولكن بالأخير نحن بموقفنا عبرنا عن هذا الاستياء، نعم نعم وطالبنا بوقف الحرب وإرجاع كل المخطوفين، إرجاع الحياة لطبيعتها إن كان في غزة وإن كان في غير غزة. للأسف لأنه في عندنا كنائس أيضا هناك كمان تضررت من هذه الحرب.